أرحب بكم مجددا. للسنة العاشرة على التوالي يختار برنامج التبادل الطلابي أو يس بروجرام مجموعة من الطلاب للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتمضية سنة دراسية كاملة هناك في استضافة عائلات أمريكية. ويقوم معهد أماديست بالتعاون مع السفارة الأمريكية بتنظيم الدورات التدريبية وتأهيلية لتحضير الطلاب لهذه التجربة. ويليام عزام والتفاصيل. ليسوا في صف عادي ولا في مدرسة، لكنهم بالتأكيد متفوقون بأكثر من تحصيلهم العلمي. تميزهم أحلامهم وطموحاتهم التي تتجاوز الحدود، ويختبرون للمرة الأولى تمضية سنة دراسية بعيدا من بيئتهم، فيتحضرون فكريا ونفسيا. بصير بحضرونا على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، منصير نعرف أكثر عن الجغرافيا طبعا، لأنه هنيك رح نصير يعني نعيش بين الناس، ولازم نعرف اكيد الاشياء البدائيه. اول شيء تحضر نفسيا اكيد، لانه كثير حلوه الفكره انه عم تتعرض على شيء جديد من هذا العمر الصغير. ياتون من مختلف المناطق والطوائف والمستويات، وتشكل هذه التجربه تحديا لم يعهدوه سابقا، خصوصا انهم سيكونون في ضيافه عائلات وتقاليد وعادات جديده عليهم. هذا البرنامج هو خطوة للمسؤولية لكل تلميذ، وهو بخلي كل تلميذ يحس انه عن جد رح يصير عنده شخصية وعنده إرادة وعنده كل المقومات ليكون ناشط مهم بالمجتمع ومواطن صالح. بموازاة اهتمامهم الدراسي يتوقون إلى مزيد من المعرفة والصداقات التي يمكن أن توفرها لهم هذه الفرصة. أنا شخص كتير بحب غامر وكتير اجتماعية، وهيدا الشيء بخليني أعمل فرنشيبس جداد وأتعرف على عالم جديد وعلى كلتشر جديدة. إنه برنامج التبادل الطالبي الذي ينسقه معهد أميديست بالتعاون مع السفارة الأمريكية. هذا البرنامج مهم جدا للولايات المتحدة، لأنه يهدف إلى تعزيز التواصل والاحترام المتبادل بين الأمريكيين والأجانب، خصوصا هنا في الشرق الأوسط. منذ انطلاقته كان للبرنامج الأثر الواضح على مسيرة العديد ممن شارك فيه، كما يقول القيمون عليه. كثير من المشاركين في البرنامج هو ناجح جدا في كثير من المجالات مهنيا في لبنان، ويشاركون في برامج في المجتمع المدني في لبنان والسفارة والولايات المتحدة. احنا فخور جدا بدعم هذا الطموح في الشعب اللبناني. بحماس يترقبون حلول موعد الانتقال نحو أفق أوسع يؤمن لهم ما يتطلعون إليه كما يتوقعون. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. وإشارة إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من هذا البرنامج لغاية اليوم بلغ 400 شخص، علما أنه تم اختيار 30 مشارك هذا العام لخوض هذه التجربة. مشاهدينا، فقراتنا مستمرة وفيها بعد قليل البدانة بين نظرة المجتمع الساخرة أحيانا والثقة بالنفس. ابقوا معنا.